كان عايز اتناقش معاكم في حاجه كده، معلومه معرفش اكيد معظمكم عارفينها. احنا لما نقول مثلا سيدنا البابا شنودة الثالث مثلث الرحمات الله ينيح روحه، كان البطرك ال 18، عارفين معناها ايه؟ معناها ان هو البطرك رقم 118، انما شنودة الثالث هو البطرك الثالث على اسم شنودة، زي بالظبط سيدنا البابا توادرس ربنا يديله الصحة ويخليه لنا، بنقول البابا توادرس الثاني، إذا هو الثاني على اسم توادرس، يعني كان في بابا قبله اسمه ايه برضه؟ برافو عليكم. طب لما نقول ان هو البطرك ال 118 يبقى هو البطرك رقم 118. انا ليه بسالكم الاسئله دي؟ لان عايز احكي لكم عن بطرك رقمه في البابويه قديم قوي. شوفوا احنا بنعيش اليومين دول بركه سيدنا البابا رقم 118. انا هكلمكم على بطرك كان رقم 12 بس. حد سمع او يقدر يعرف كان مين؟ هكلمكم عن القديس البابا ديمتريوس الاول البطرك اللي كان رقم 12. تعالوا نسمع او احكي لكم بعض الحاجات عنه. ديمتريوس او القديس ديمتريوس اتولد في قريه في بني سويف اسمها إهناسيا، وكان بيشتغل من صغره مع باباه في رعاية وزراعة الكروم. عارفين يعني ايه الكروم يا أولاد؟ كلمة كروم هي جمع كرمة، والكرمة هي شجرة العنب. إذا هو كان بيشتغل في انه يزرع ويراعي بساتين العنب، تمام؟ ويمكن دي كانت أحد الأسباب اللي اتشهر بسببها البابا ديمتريوس الكرام. لما كبر شوية أهله قرروا يجوزوه، وهو ما كانش عاوز، كان نفسه يبقى راهب أو كده، ومع إلحاح أهله وافقهم، بس اتفق هو وزوجته أنهم يكرسوا حياتهم كلها لربنا. في بعد فترة كان في البابا يوليانوس الحداشر، يوليانوس الحداشر. ويا عم بشارة انت بتقول البابا ديمتريوس الاتناشر يعني هو اللي جه بعد البابا يوليانوس؟ تعالوا نعرف ازاي بقى، ايه اللي حصل وجه ازاي. في اواخر ايام البابا يوليانوس الحداشر وكان تعبان قوي، ظهر له ملاك في رؤية وقال له عرفه مين اللي هيجي بطرك بعده، واداله علامة قال له انت هتلاقي حد داخل عليك وماسك عنقود عنب، اللي هيجيب لك عنقود العنب ده هو اللي هيبقى البطرك بعدك. البابا اندهش من الرؤيه دي، البابا يوليانوس. وبالفعل تاني يوم وهو ديمتريوس في الكرمه بتاع العنب بص لقى عنقود عنب جميل خالص، بس طالع في غير اوانه. انتوا عارفين الفواكه والخضروات بيبقى كل فاكهة أو خضار ليه موسم، مش كده؟ يعني زي ما بنلاقي البرتقال في الشتاء مثلا والبطيخ في الصيف، فالعنب ليه وقته برضه. فلقى عنقود عنب جميل خالص طالع في ميعاد غريب، طالع في غير أوانه، فخطر في باله إنه ياخد عنقود العنب ويوديه هدية للبابا يوليانوس، وقال بالمرة أخد بركته. بالفعل في اليوم ده دخل على البابا يوليانوس واداله عنقود العنب. البابا يوليانوس مسكه من ايده، وكان قاعد مع مجموعه كبيره من الاكليروس ومن الشعب، قال لهم ده اللي هيبقى البطرك بعدي. فاستغربوا ليه يعني، حكى لهم الرؤيه اللي شافها ووصاهم ان هو يبقى البطرك بعده، وفعلا اقاموا عليه بعض الصلوات. وبعد نياحه سيدنا البابا يوليانوس الحداشر، الإكليروس والشعب كلهم أجمعوا على إن يبقى مين البطرك؟ ديمتريوس، زي ما وصاهم مين؟ باباهم اللي تنيح، البابا يوليانوس. عايز أقول لكم إن القديس ديمتريوس الكرام ما كانش نال حظ كبير من التعليم، يعني لحد ما اترسم بطرك كان يدوبك بيعرف يقرأ ويكتب، إنما يعني مكانته كبطرك
خليته يقول لا انا لازم ابقى أدي المسؤوليه، انا هرعى شعبي ومسؤوليه كبيره. فاصر جدا وبشغف يعني بحب جامد قوي انه يتعلم، ونال تعاليم كتير على ايدين اساتذه مدرسه اسكندريه والعلماء من تلاميذه. وفي وقت قصير خالص خالص كان حصل او اتعلم مجموعه كبيره من الثقافات والتعليم سواء الدينيه او المدنيه. من الحاجات اللي استفادنا احنا منها وعملها البابا ديمتريوس الكرام انه عمل حاجه اسمها الحساب الابقطي. ايه الحساب الابقطي ده يا عم بشاره؟ ده حساب من خلاله حاجه كده خاصه بالتقويم، عمل حسابات معينه ووصل لان ازاي نقدر نحسب مواعيد الاصوام بتاعتنا والاعياد بدقه شديده جدا، وازاي نظبط المواعيد دي اللي كان فيها زمان لخبطه شويه. مثلا كنا زمان المسيحيين بيصوموا الاربعين المقدسه اللي صامها بابا يسوع بعد عيد الغطاس على طول، وبعديها يصوموا تاني اسبوع الالام لوحده، وبعدين يبقى العيد في الحد اللي بعد الاسبوع الالام. من خلال الحساب الابقطي اللي عمله ديمتريوس الكرام ضم اسبوع الالام للاربعين المقدسه وبقوا كلهم صوم واحد، وبلغ كل الاساقفه في الكنائس الشرقيه انهم يلتزموا بالميعاد ده، وكانوا كلهم تقريبا ملتزمين بميعاد عيد القيامه لحد بس ما عدا الكنيسه كنيسه روما هم اللي التزموا بحساب تاني اسمه الحساب الغريغوري. عايز اقول لكم يا اولاد ان قصه حياه البابا ديمتريوس الكرام فيها حاجات كتير قوي جميله وحاجات يعني بجد نتعلم منها. عايز اقول لكم انه مثلا كان عنده ربنا مديله شفافيه عجيبه قوي، انه وهو الشعب متقدم للتناول انه يشوف ربنا يوريله في اللي واقفين دول مين عنده خطيه ما تابش عنها. احنا عارفين يا اولادي ان المفروض طبعا قبل ما نتقدم لسر من الاسرار المقدسه زي التناول لازم نكون عملنا ايه قبلها؟ برافو عليك يا اغسطينوس. لازم نكون الاول لو عندنا خطايا عاملينها بنروح نعترف عند ابونا ونتوب، صح؟ عشان نبقى مستحقين اننا نتناول جسد ودم بابا يسوع. فكان يشوف فوق راس اللي متقدم ده انه عنده خطايا يرجعه، يقول له روح توب الاول واعترف وبعدين تعالى اتناول. كان ما بيأثرش خالص في انه يعلم الناس ويثبتهم في الايمان المسيحي، لدرجه انه في اواخر ايامه لما كبر قوي كانوا بياخدوه الكنيسه على محفه. يعني ايه محفه يا اولاد؟ حاجه كده كانها شبه كرسي وليها اربع خشبات كده يقعد ويشيلوه اربعه لحد ما يوصلوا بيه الكنيسه، علشان كان مصر انه لاخر يوم في عمره ما يأثرش في حق شعبه ويعلمهم حاجات كتير قوي. قصه حياه البابا ديمتريوس الكرام جميله خالص.